السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى تكونوا بخير، الصحه والعافيه والكرم بتسلم عليكم يا اهل الخير يا اهل الكرم. النهارده جايب لكم فيديو مختلف عن بقيه الفيديوهات. ليه فيديو مختلف عن بقيه الفيديوهات؟ بكل بساطه الفيديو ده ستار وورز. عارفين يعني ايه ستار وورز؟ ستار وورز دي لعبه كبيره جدا جدا جدا، يعني فرانشايز الناس كلها بتحلم من هم صغيرين ان هم كانوا يبقوا في الفيلم او يمثلوا كنوع، يعني كان يبقوا بطل من الابطال. وانا بصراحه واحد من الناس دي، كان بحب ستار وورز واتفرجت عليها يجي 400 مره، ما اعرفش 400 ده رقم كام بس هو اكيد رقم كبير. وبصراحه كنت مستني اللعبه دي على نار، واول ما جت فرصه اشتريتها. فيلا بينا نتفرج جيمتين مع بعض، ويا رب تستمتعوا، ويا رب تسيبوا لي لايك في اول او اخر الفيديو يا اهل الكرم. انا الجرافيك بصراحه يا جماعه منبهر بيه، يعني مش عارف اقول لكم ايه، قمه في الحلاوه وحاجه غير طبيعيه. مش ممكن يعني يكون في جرافيك حلو كده بصراحه. بس انا دخلت في مشينات كتيره ما لقيتش كلهم شبه بعض، مش عارف ليه. ايوه ده بقى ما عامل فيه ده بقى. انا كنت فاكره معايا، قلت اضرب عليك انا من الرزيله وموتته. بس انا بقالي سنتين ماشي في ام الصحراء التلج دي ومفيش اي حاجه طلعت لي. ايه ده؟ ثيرد بيرسون شوتر؟ ايه ده؟ انا ينفع ابقى ثيرد بيرسون شوتر؟ طب كويس والله العظيم. الجرافيك يا جماعه روعه. المابه دي انا شايف فيها جرافيك مالهاش وصف يعني بصراحه. الجرافيك روعه والساوند تراك ملوش حل. ايه ده؟ بس في مشكله بسيطه جدا ان انا يا جماعه عايز اقول لكم ان انا بلعب مود اسمه بي ذا هيرو، لما موت الهيرو ابقى هيرو. دارك فادور، دارك فادور مش ممكن، وبيطير كمان ومعاه السيبر الليزر بتاعه. يا جماعه الليزر ده بحق ولا بحق حقيقي ولا بجد ولا ايه بالظبط؟ يا جماعه الساوند تراك، يا جماعه الساوند افكت بتاع اللعبه مش ممكن، مش ممكن يعني يكون في حاجه حلوه كده، مش ممكن يعني. اللعبه يعني هما فين بقى؟ في واحد هو شايفهم بعيد. هيد شوت. تمام تمام يا جماعه. بس بصراحه الجرافيك على البي اس 4 روعه روعه يا جماعه. ده بي اس 4 وبيطير كمان. تمام كده، دبل كيل دبل كيل. ما تموت بقى، موت بقى، انت خنقتني. بيدوب عليا، اجري 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 اجري. لا 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 ايه ده؟ يا عم بيضرب عليا، انت خنقتني. طب انا هقدر اديله ازاي ده؟ مش معايا، ما اقدرش. خنقت. يلا بقى، انا اصلا مش مركز معاه وعمال بتفرج على الجرافيك الحلو الفظيع ده بصراحه. يعني هم عاملين بيضربوا عليا من ورا، انا اتفرج على الجرافيك. طز. انا واحد خنقته من بعيد اهو. الخفاش ده موتني مرتين وانا بصراحه اتخنقت منه في نفس الجيم. انا كل ده في نفس الجيم ما خرجتش اهو. ايوه بقى، ايوه بقى. يا ترى بقى هيجي لي دارك فادور ولا هيجي لي اني هيرو؟ يا جماعه مش ممكن. انا الشخصيه دي كانت شريره جدا بس بموت فيها، بعشقها بعشقها. الامبرور دي بموت فيها. بيضربوا عليا بقى من دلوقتي. الكلسون بتاعك بان يا حاج داري. اوبا. لا والله شفت يا جماعه، قلت لكم انا على الساوند تراك حلو ولا لا؟ والجرافيك شايفين دايس دايس لما بتجتمع مع شركه اي اي بيعملوا شغل جامد. بس اللعبه فيها شبه كبير جدا جدا. لو لعبت انت في سبيس شوتر يا كهرباته، يا حركاته، يا تكياته، اديله بالدبل شوت، اديله بالدبل شوت. ده فين ده؟ انا كده يا جماعه كده بتداري، ما حدش يخبله مني، ما حدش يخبله مني خالص. بس موتتك برضه، موتتك برضه. لقد فعلت الدنيا معاك ولم تتمكن ان تفعل معي اي شيء. حتى لغه عربيه بقى فصحى. انا كده بتداري وعامل كامبينج. هم عشان لما يجي يدور عليا ما يلاقوليش. بس والله العظيم يعني ايه. لو لقاني
التالت الرابع يا رجالة يا رجالة بقى حد يوقفني يا رجالة حد يوقفني ده تالت جيم ليا ولا تاني جيم ليا على لعبة ستار وورز ايه البتاعة دي دي بتديني هيلث هيلث ريستور طب كويس خلينا نستنيهم هنا وهم هيجيلي واحد واحد تمام كده رجالة انا حاسس بيكم انا لو مكانكم كده كل ما حد يجي موتني موته ازعل تمام هيلث ريستور تاني كده احلى كده زي الفل يا جماعه محدش اولاني يا رجاله والحراق برضه الحراق عيب عليكم في اي لعبه كول اوف ديوتي باتل فيلد ستار وورز اي حاجه احنا بنسد الحمد لله رب العالمين ادي تاني اهو في هيرو تاني جديد كده ولا ايه ده اول مره العب بيها استنى بس انا كنت انا يا جماعه نسيت اقول لكم على في اللعبه النوع انت بتلعب باي هيرو او انفنتري او اي حاجه بيبقى عندك النوع كده لما الليزر بتاعك ما عندكش ريلود بيسخن واول ما بيجي بيسخن انت تقدر تكول داون يعني عشان تهبطه كده تبرده محدش قادر عليا حتى كمان بام اي كاركتر والله العظيم يعني حاجه تقرف قوي سيد على دوب بس اللي يقول لي مغرور بقى واللي يقول لي بتاعه وبتنجان انا هموت دلوقتي شكلي موت بقى دي انت خنقتني حبيبي ادي الاولاني بس يا جماعه انا في حاجه لاحظتها يعني انا ايه ده التاني جيم ولا تاني جيم ليا الاونلاين زي ما انتوا شايفين انا عامل معاهم الدنيئه بس هنا لما كنت هموت لان لما بتيجي اللعبه شبه باتل فيلد قوي باتل فيلد 4 لما تيجي تلعب اللي هو المود اللي هو كده اهو شبهها جدا حتى نفس حركه الانفنتري اللي هو العسكري نفس الحركة كنت هموت والله يا جماعة عيب قوي ما يصحش كده نفس حركة الانفنتري هي واحدة طبعا الفرق الوحيد اللي ما بينه وما بين باتل فيلد انه هنا ما بتقدرش تنام يعني على الارض عكس باتل فيلد هنا انت اخرك بس توطي كده على ركبك وبس صوت القنابل روعة صوت القنابل روعة بطريقة غير ملهاش حل زي ما انتوا سامعين اهو زي لسه بيجيب سيرة القط يا جماعة صوت القنابل روعة روعة ده شيء ده بقى ده شيء ده بيستخبي ده بقى يلف لنا من ورا هو يلف لنا من ورا انا مش شايف انا ضربته كده عمياني انا اصلا ما كنتش شايف زي ما انتوا شايفين انا مش شايف اي حاجة ضربت عمياني بس فانت زي ما قلت لكم انت اول ما بتبدأوا اللعبة زي باتل فيلد بالظبط انتوا كلكم لازقين في بعض وبعد كده كل واحد يبدأ يتحرك ادي حاجة الفرق ما بينه وبين باتل فيلد ان انت لو لعبت اللي هو فيرست بيرسون شوتر عشان هنا تقدر تختار مودين يا اما فيرست بيرسون شوتر يا اما ثيرد بيرسون شوتر زي ما انا بلعب دلوقتي. الفيرست بيرسون شوتر شبه باتل فيلد الجرافيك بتاعها عالي جدا الفرق بس ما بينها وما بين باتل فيلد ان هنا ما بتقدرش تعمل ريلود بتعمل حاجة اسمها كول داون. انا عمال اقتل فيهم اهو مش عارف مفيش حد قدامي ايه ده انا الطياره مش بكسبها بلاقيها كده والله عيب 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 عيب, عيب يا جماعه يعني دلوقتي انا المفروض الطياره يعني في اي لعبه لما انت بس تعمل كيل ستريك مثلا خمسه ولا سته لما تعمل خمسه او سته ستريك مثلا او سبعه ولا ثمانيه ولا 10 كيل ستريك ورا بعضيهم المفروض بتكسب مثلا ايه زي مثلا زي بونص بتطلع لك بتفك لك تانك بتفك لك طياره بتفك لك اي حاجه بس دي لا دي انت بتلاقيها والله عيب يعني اي حد دلوقتي ممكن يلاقي دبابه ممكن يلاقي روبوت ممكن يلاقي اي حاجه من ضمن الحاجات اللي انت بتلاقيها في الماب زي ما شفت دلوقتي كده كمان يعني ايه ده التحكم بتاعها صعب جدا طب انا اقتل حد انا مش شايف اي حد اصلا خالص ده في حد يا جماعه في حد بيضرب عليا طب فين هل دي التانية بتاعت الانمي بقى بتاعت اللي هو الشريرين مش بتاعت الناس الطيبة
بس حلو قوي ان انا سايق المركبه وبس في نفس الوقت انا مش يعني التحكم بتاعها صعب. الصوت ده فكرني بماريو. بس دي ابطا شويه، دي التحكم بتاعها سهل. فحد بيضرب عليا لسه ركبها وبيقول لي سيبنا النبي سيبنا سوقها شويه، الحمد لله بتاع راحت. السلوك المضروب عليا راح، مش عارف انا بضرب فين بس بضرب وخلاص. حد بيضرب عليا، لاك 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 تمام تمام. ادي اخيرا قتلت مركبه. لا ما قتلتهاش، انا ضربتها بس. اول مره موت طياره يا جماعه، انا وحش عيب. شكلي هموت، لا. وصلنا نهايه الحلقه، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. بس في حاجه جدا مهمه لازم تعرفوها. الحاجه الاولانيه ان اللعبه دي فيها شباب كبير من باتل فيلد 4 ماشي، ودي بصراحه انا شايفها ان هي يعني مش حاجه كويسه، بحيث ان انت اصلا شركه دايس حاسس ان هي عامله زي غيرت السكين بتاع الانفنتري. يعني ايه غيرت السكين؟ يعني بدل ما يبقى انت عندك عسكري لابس لبس مثلا بتاع مارينز او لابس لبس بتاع باتل فيلد 4، هو بيبقى لابس اللبس بتاع ستار وورز. والمابات اصلا عندك 4 ولا 5 مش كتار بجد، معدودين على الصوابع، ودي حاجه وحشه جدا. ليه؟ لان هي ممكن يجيلك حاله من الملل بسرعه، بحيث ان انت بتلعب في نفس ال5 مابات. عشان تقدر تلعب في مابات اكبر لازم تشتري في سيزون باك، واللعبه ممكن توصل معاك لغايه $100 او ممكن توصل لغايه مش عارف لغايه $90، بحيث ان انت تلعب في اكتر من مابا. دي لعبه فيوتشرستك بحيث ان انت بتلعب بليزر والكلام ده كله، وحتى كمان الساوند تراك بيعيشك في الفيلم، بيديك اميرجن بشكل غير طبيعي. بس اللعبه دي في حاجه لازم تعرفوها، انا صدمتني صدمه غير طبيعيه، هي ان لعبه ستار وورز ما فيهاش مود كومبين، يعني ما فيهاش سولو مود. كل المودات اللي موجوده فيها انت بتلعب قدام بوت، زي بالظبط لعبه مشكله لعبه رامبو 6، بحيث ان انت تلعب قدام ناس روبوتكس او ناس اعداء يعني اي اي اللي هو ارتفيشال انتليجنس ماشي. ده انت بتلعب قدامهم وبتقتلهم، ما فيش يعني قصه بتعملها. اما طبعا اللعبه معتمده اعتماد كامل على المالتي بلاير، وكذا في كذا مود زي ما قلت لكم، ما فيهوش غير ال 5 ماب بس. ده رأيي المتواضع في اللعبه، اشملت لكم تقريبا كل حاجه في اللعبه من اول لغايه اخرها، وبعد كده انتوا تقدروا تقولوا وقرروا اذا كان اللعبه دي فعلا عجباكم ولا لا. اسيبكم ان شاء الله على خير، واشوفكم دايما على خير. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اغلى الناس.